سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، واليوم ان شاء الله فيديو جديد. صراحه الفيديو ده ما كنتش غادي نديرو، ولكن قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذه الوصفه هذه، حيت صراحه كنت غادي نديرها لراسي، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. فاليوم ان شاء الله هذه الوصفه هذه كتخص الشعر بهذا المكون هذا اللي صراحه ما عمرنا قلنا انه غادي يكون مفيد للشعر، فقشور البصل. فهاد القشور هادو عندهم واحد المنفعه كبيره 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 بالنسبه للشعر. فمن الفوائد ديالو انه كيقلل لنا الشيب، يعني كينوض انه متاخر، وكذلك القشره، يعني بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من داك القشره الغليظه في الشعر ديالهم، فهذا مفيد لهم بزاف بزاف بزاف. وكذلك اهم حاجه انا كندير هذه الوصفه هذه هي تطويل الشعر، فانا صراحه بغيت شعري طوال فكنستعمل هذه الوصفه هذه ديما، فقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم انكم تستافدوا كاملين. فغادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش كنستعملها، فخليكم مع الفيديو. فاول حاجه غادي نحتاج كاس ديال الماء. انا خديت هذا الكاس هذا كبير ديال الماء، نكبو بحال هكا، وغادي نستعمل قشور ديال البصل. نستعمل قشور ديال البصل بهذا الشكل. وغادي نديرو فوق النار، نخلي القشور ديال البصل ديالي حتى يطلق ليا واحد اللون، هذا اللون هذا اللي عندنا في القشور غادي يطلقوا لنا في الماء ديالنا، فهذا هو اللي غادي نستعمله. فبالنسبه لهاد القشور هادو راه كيستعملوا حتى الا بغيتوا تصبغوا شعركم يعني باكاجو، فكيستخدموا هاد القشور هادو في داك في الوصفه. دابا غادي نحط الكاسرون ديالي فوق النار، نخليه انه يغلي ونرجع لكم. فالبنات بعد ما دات القشور ديالي كيغلى، شوفوا معايا داك اللون اللي طلق ليا في الماء، فهداك الماء هو اللي غنحتاجو حنا للشعر. فغنزيد نخليه شويه يغلى ومن بعد غادي نطفي عليه ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال. فبعد ما خليت القشور ديال البصله ديالي كيطبخ مزيان، فغادي نحتاجو هاد لافابو هذا. انا احتاجيت هاد القريعه هذه اللي استخدمت عندي هكا في الدار ما كنستعملوهاش، فهذه اكثر اللي كنستعمل في الوصفات ديالي. فداك الماء غادي نحطوه، دابا غادي نحط فيها الوصفه ديالي. الا بغيتو تصفيو صفيو، ما بغيتوش تصفيو ما تصفيوش. فانا يا ما صفيتوش غادي نحتاج غير هذا، و نكب الخليط الماء ديالي في القلعة. وها حنا حصلنا على الماء ديال البصل، كيف كتشوفوا الشيء اللي طلق. فهاد كيف قلت لكم فهاد اللون هذا راه فهاد الماء هذا راه كيستعمل حتى لصباغه الشعر. فكيف قلت لكم ها حنا دابا حصلنا على الماء ديال البصل ديالنا اللي درنا فهاد القريعه. فكنستخدموا انايا يعني قبل ما ندوش كنخليه مثلا هكا شي جوج ديال السوايع او ثلاث سوايع، يعني كترشي على الشعر ديالك وكتمشطي وصافي وكندخل للدوش. وهكا كنكون انني عالجت شعري ودات لي واحد الوصفه اللي هي طبيعيه 100%، ما فيها حتى شي حاجه، وكتجي خفيفه على الشعر. فصراحه انا ما كنحملش داك لي ماسك اللي كيكونوا ثقال على الشعر، فاكثر كنستخدم غير هذه الوصفه هذه. وكنتمنى انها تعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك وتشاركوا عندي في القناه، ومرحبا بكم مره اخرى.